السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم هذا هو الدرس 14 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولازلنا في أبواب كبائر اللسان، إذ انتهينا من أبواب كبائر القلب وشرعنا في أبواب كبائر اللسان. وبين المصنف رحمه الله تعالى في بداية أبواب كبائر اللسان خطورة اللسان، وبين عظم الكذب وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. وقرأنا فيما سلف من الدروس أبوابا عدة في شأن الكذب وبعض الأحكام المتعلقة به، ومن تلك الأحكام أن ذكرنا أن الكذب يجوز في حالات تجمعها قاعدة واحدة، وهو أن الكذب إذا ترتب عليه مصلحة ولم يترتب عليه مفسدة بوجه من الوجوه فهو جائز، وما سوى ذلك فإن الكذب حرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب التي معنا في هذا اليوم شيئا مما يندرج تحت الكذب، فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه، وقوله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وروى الإمام أحمد عن أبي داود عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت، يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا، فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه كبيرة من كبائر الذنوب. والتملق أيها الإخوة مدح الإنسان أمامه بما ليس فيه تقربا إليه، مدح الإنسان أمامه أي في وجهه بما ليس فيه تقربا إليه، هذا هو التملق. وساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. قد سبق معنا في بداية هذا الكتاب أن بينا معنى الزور، وأنه كل قول أو فعل باطل يخيل الشيء على خلاف حقيقته. الزور كل قول أو فعل باطل يخيل الشيء على خلاف حقيقته. والتملق ومدح الإنسان بما ليس فيه داخل في ذلك، ولذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى في النهي عن التملق بهذه الآية: واجتنبوا قول الزور. والمداح أيها الإخوة لا بد وأن يقع منهم شيء من ذلك، فإنهم وإن ابتدأوا المدح بشيء في الإنسان فإنه ينتهي بهم المقام إلى أن يمدحوا الإنسان بما ليس فيه، ويقعون في التملق المحرم. فالمداحون يجرهم مدحهم غالبا إلى رفع الإنسان الممدوح فوق منزلته. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بالأثر المروي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيلقى الرجل وله إليه حاجة فيقول له: أنت كيت وكيت. ليش يمدحه؟ لأن له إليه حاجة، وإلا لو ما كان لديه حاجة
إلى ذلك الرجل لما مدحه يثني عليه لعله أن يقضي من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما معه من دينه شيء، والله المستعان. وهذا الأثر خرجه الطبراني في الكبير بنحوه، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح. هذا ما يتعلق بالتملق ومدح الإنسان بما ليس فيه. فإذا مدح الإنسان الآخر بمدح هو فيه فما حكم ذلك؟ ساق المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر في بيان هذا، فقال باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداحا، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. ولمسلم عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان فجثي المقداد على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه التراب، فقال عثمان ما شأنك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وفي المسند عن معاوية مرفوعا إياكم والمدح فإنه الذبح. في هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المدح وكثرته، وأنه كبير من كبائر الذنوب أيضا، كما أن التملق والمدح للإنسان بما ليس فيه كبيرة من كبائر الذنوب. وساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب ثلاثة أدلة، أولها قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. وهذه الآية ساقها المصنف رحمه الله تعالى في بيان حرمة مدح الإنسان نفسه. ثم ساق الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن المقداد أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه جثى المقداد على ركبتيه فجعل يحث التراب على وجهه، فقال له عثمان ما شأنك؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وهذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في بيان النهي عن مدح الإنسان غيره، الآية في النهي عن مدح الإنسان نفسه والحديث في النهي عن مدح الإنسان غيره. والحديث الثالث أو الثاني والدليل الثالث في هذا الباب الذي في المسند عن معاوية مرفوعا إياكم المدح فإنه الذبح، وهذا يشمل النهي عن الأمرين مدح الإنسان نفسه ومدح الإنسان غيره. لكن تنبهوا أيها الإخوة إلى أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في الباب لفظ المداح وليس المادح، لبيان أن المنهي عنه والذي هو كبيرة من كبائر الذنوب كثرة المدح واعتياد ذلك واتخاذ الإنسان ديدنه المدح الدائم، فإن هذا هو المنهي عنه. وأما المدح اليسير مدح الإنسان بما فيه فإن ذلك لا بأس به، إذا رأيت كريما فأثنيت عليه لكرمه، إذا رأيت شجاعا فأثنيت عليه لشجاعته، إذا مدحت ابنك مدحت أخاك مدحت صديقك في أمر يسير وليس هذا هو ديدن لك فإن ذلك لا بأس به، بل ذلك حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في مجالسه ومدح هو أصحابه رضي الله عنهم، كما جاء في معلقة كعب بن زهير التي ألقاها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها مدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إلى أن قال إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، إلى آخر القصيدة. هذه كلها مدح بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حينما انتهى قام النبي صلى الله عليه وسلم فخلع بردة له وأهداها لكعب مع أنه مدحه. فليس المدح منهيا عنه في كل حين وفي أي مقام، ولكن كثرة المدح منهي عنه، وإذا اتخذ الإنسان ديدنه المدح كان ذلك محرما
وإذا مدح الإنسان غيره بما ليس فيه كان ذلك محرماً أيضاً. وبالتالي فإن المقصود في هذا الباب كثرة المدح، إما مدح النفس وإما مدح الغير. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا في من يمدح نفسه كثيراً. ولا شك أن مدح النفس مذموم، لأن ذلك من دواعي العجب والكبر. قد سبق معنا في أبواب كبائر القلب بيان الفرق بين العجب والكبر وأنهما من كبائر القلب. ثم إن الإنسان أيها الإخوة لا يعلم منزلته عند الله تبارك وتعالى، ولا يعلم هل أعماله التي يقوم بها أعمال مقبولة أو لا. فلماذا يمدح الإنسان نفسه وعلى ما يمدحها؟ ثم هو يمدح نفسه بين خلق مثله، قد يكون منهم أو من بينهم من هو أفضل منه وأعظم قدراً عند الله تبارك وتعالى. ولذا نهي الإنسان عن نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والحديث أيها الإخوة الذي في صحيح مسلم في من يمدح غيره كثيراً، والحديث الثالث في من يمدح نفسه ويمدح غيره الذي هو إياكم والمدح فإنه الذبح. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. واعلموا أيها الإخوة أن سبب كون المدح من كبائر الذنوب ما يكون فيه من خطورة على المادح والممدوح، وقد بيّن الغزالي رحمه الله تعالى ذلك في كلام له جميل إذ قال والمدح منهي عنه لأن فيه ست آفات. تنبهوا لها، والمدح منهي عنه لأن فيه ست آفات، أربع في المادح واثنتان في الممدوح. أما المادح فلأنه قد يفرط في المدح فينتهي به إلى الكذب، يبتدئ يمدح غيره بما فيه ثم لا يلبث إلى أن يمدح غيره بما ليس فيه. الثانية أنه قد يدخله الرياء، فإنه بالمدح مظهر للحب، وقد يكون مظهرا له لا معتقدا لجميع ما يقوله فيصير به مرائيا منافقا. الثالثة أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل إلى الاطلاع عليه، بمعنى أنه يمدح غيره بأمر هو غير متحقق منه، قد يكون موجود عند الشخص الآخر وقد لا يكون موجود، وقد يكون هذا الشخص الآخر إنما فعله رياء ولم يفعله إخلاصا، وبالتالي فإن هذا الأمر لا يمكن التحقق به ولا يمكن الاطلاع على حقيقته، فكيف يمدح الآخر بذلك الأمر؟ الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق، وذلك غير جائز، بل الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح ليفرح. هذه الآفات الست في المادح. ثم قال أما الممدوح فيضره ذلك من وجهين، أحدهما أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً وهما مهلكان. يعني الممدوح إذا مدح في المجالس يحدث فيه ذلك كبراً وإعجاباً وذلك مهلك للممدوح. والثاني أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه وقل تشميره، وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا. فأما إذا نطقت الألسن بالثناء عليه ظنه أنه قد أدرك، يعني ظن أنه قد بلغ الغاية في العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لرجل أثنى على آخر عنده ويلك قطعت عنق صاحبك، قالها مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبوا فلان والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. فهذه الآفات الست، أربع منها في المادح واثنتان منها في الممدوح، كلها تدل على خطورة المدح وأنه يودي بصاحبه إلى الهلاك، المادح والممدوح. بل إن الممدوح أيها الإخوة كما أنه قد يقصر في العمل إذا رأى مدحا ممن حوله، فإنه كذلك إن كان ظالما أو فاسقا أو طاغيا أو باغيا فإنه يزيد في بغيه وعدوانه، لأنه يسمع الكلام ممن حوله، والإنسان من طبيعته أن يتأثر بالكلام الذي يلقى إليه. فإذا سمع مدحا وسمع ثناء فإنه يزيد في طغيانه والعياذ بالله، وهذا شأن الإنسان. ف
فإذا سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأسا كما ذكرنا لكم، بل ربما كان المدح مندوبا إليه حينئذ. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه أبي بكر فقال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح. وما جاء في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم السالف من قوله: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، هل هذا الكلام على ظاهره؟ هل هذا الكلام على ظاهره؟ فإذا رأينا إنسانا في المجالس يكثر المدح وكان ديدنه ذلك، هل نأخذ التراب ونحثوه على وجهه؟ يحتمل أن يكون هذا الكلام على ظاهره، يحتمل أن يكون هذا الكلام على ظاهره. وهذا ما فهمه المقداد رضي الله عنه، إذ أخذ التراب وحثى به على وجه من مدح عثمان رضي الله عنهما. ويحتمل أن يكون المقصود خلاف الظاهر، فيكون المقصود تخييب المادحين بعدم إعطائهم مقصودهم بالإعراض عنهم وعدم الاكتراث لكلامهم أو نهيهم عن الكلام أو القول لهم بأن هذا المدح هل أنت اطلعت عليه أو تيقنت منه، حتى يخيبون فلا يستمرون في مدحهم الدائم. هذا أيضا مما يحتمله الحديث. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب لمعاملة المادح بنقيض قصده، فإن المداحين غاية ما يكون من قصدهم أن يطلبوا من الممدوحين أمور الدنيا، أليس كذلك؟ فجاء في الحديث أن يجازون بالتراب الذي هو أخص الأشياء نقيضا لهم على صنيعهم، فهم أرادوا أن يصلوا إلى مرادهم فأعطوا أخص الأشياء قيمة وهو التراب. والحديث الأخير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمدح فإنه الذبح، لكون المدح مما يسبب موت القلب، فأشبه الذبح للبدن، فكما أن الإنسان بالذبح يموت بدنه، فإن المادح والممدوح بكثرة هذا الأمر يموت قلبه والعياذ بالله، وصاحب القلب الحي يبتعد عن ذلك إن كان مادحا ولا يكترث به إن كان ممدوحا. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لي ذلك وقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.